أكثر الأنشطة اللي كانت تنظمها جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض مراكش، يعني الأنشطة خاصة بهذا الاحتفال بالأسبوع ديال الماء، تنظموا زيارة لبعض المؤسسات المركز التربية البيئية من أجل تحسيس التلاميذ بأهمية الحفاظ على الماء وأهمية الحفاظ على هذا الماء من كل يعني الطرق ديال التلوث ديالو. كنعرضوا عليهم على الأساس تندروا واحد العرض اللي هو نظري مع نقاش مع هاد التلاميذ هادو حول المشاكل المرتبطة بالماء بالجهة في العالم وبالجهة ديالنا حنا جهة مراكش أسفي، وبعد ذلك كيديروا زيارة لمركز التربية البيئية خاصة بدورة الماء اللي كان فيه. وهاد الدورة الماء كيشوفوا فيها إلا قلتي عمليا كل المراحل اللي كيقضيها الماء باش يوصل لهم حتى للدار عندهم، وكل المراحل اللي كيقضيها الماء باش يمكن يتعالج من بعد الاستعمال ديالو، ثم طريقة إعادة استعمال هذا الماء تاع المياه العادمة في السقي ديال لي غولف مراكش وديال لا بالميري وكاع المناطق الخضراء في مراكش. ومن خلاله كنحاولوا نبينوا للدراري أهمية الحفاظ على الماء، أهمية الحفاظ على الماء أولا بعدا من حيث الكمية ديالته والاستعمال ديالو، وثانيا من حيث الحفاظ عليه من جانب ديال التلوث. هاد المساهمة ديال جمعية مدرسي علوم الحياة هنا داخلة في إطار الأنشطة ديالتها العامة والمرتبطة أساسا بزاف تاع المجالات. المجال الأول اللي هو المجال ديال التربية البيئية ثم التربية الصحية، بالإضافة إلى تطوير مادة علوم وديدكتيك الحياة والأرض، ثم الترافع فيما يخص كل المسائل المرتبطة بالتنمية المستدامة. اليوم جينا من مؤسسة بن عبد الله مع الأستاذ ديال الاي اس في تي ديالنا لهذه الجمعية باش نشوفوا هذه حملة تحسيسية باش يورونا بلي راه كاين فريمون ان دونجي تاع لا بوليسيون دو لو بلي كنضيعوا الماء بزاف بزاف. استفدنا شحال من حاجة، عرفنا بلي المغرب فريمون محتاج انه كل واحد يكون عنده واحد الروح اللي يعرف بلي الماء كيضيع، بلي كيخصو كل واحد يكون مسؤول على راسو. عجبني الحال بزاف حيتاش الاعضاء تاع الجمعية عطاونا وقت وعطاونا شرحوا لينا بزاف تاع الحوايج اللي ما كناش عارفينهم من قبل. دونك دابا غادي حنايا غادي نبدلو كيفاش كنتعاملوا مع الماء، وغادي نحاولوا نوعيو حتى الاخرين بالخطوره ديال هذا الموقف اللي حنا فيه. خاصنا نحسوا كاع الاقرباء ديالنا وكاع الناس اللي معنا بالاهميه والخطوره ديال هذا المشكل هذا ديال لا بولوشن ديال الماء. وكنتمنى من الناس كلهم يقلوا من لا كونسوماسيون ديال الماء ومن لا بولوشن ديالته.